واخيرا نبيت لكم الطلب ديالكم كيف ما طلبتوني باش نعاود لكم حادثه الافك اللي وقعات مع سيدتنا عائشه رضي الله عنها. وقد سمى المختصون في علم السيره النبويه حادثه اتهام ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها بحادثه الافك، والافك هو الكذب. وقد قال فيها الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: ان الذين جاءوا بالافك عصبه منكم. لنبدا. فكتبدا هذه القصة بخروج سيدة عائشة مع الجيش في غزوة بنو المصطلق. فقد بلغ رسول الله عليه الصلاة والسلام في شهر شعبان من السنة السادسة من الهجرة أن الحارث بن أبي ضرار كان كيجهز جيشه من أجل غزو المدينة. فخرج سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام نحو بني المصطلق، وتواجه الجيشان مواجهة ليست بالكبيرة. هذه المواجهة انتهت بتراجع المشركين وانتصار المسلمين. وقد كان سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام فيما تروي عائشة رضي الله عنها كان يقرع بيننا، والقرعة كانت خرجت في عائشة الطاهرة المطهرة باش هي اللي غادي ترافقوا في هذه الغزوة. سيدتنا عائشة أطهر من ماء زمزم وأنقى من حمام الحرم، أمنا الشريفة الطاهرة، غادي تخرج مع الحبيب في الهودج ديالها، غادي تسالي الغزوة. فأراد رسول الله عليه الصلاة والسلام العودة إلى المدينة. كتقول عائشة: نزلنا لواحد المكان باش نسترحوا فيه، فذهبت لأقضي حاجتي، فلما أخذت أقضي حاجتي فإذا برسول الله أمر بالجيش باش أنه يمشي. كتقول: فلما أقبلت على مكان الجيش ما لقيتش الجيش، لقيتهم مشاو. وكان النساء في هذاك الوقت خفافا، زعما كانوا خفيفات، قد حمل الرجال هودجي لخفتها، فظن الرجال أني في داخل الهودج، فوضعوا هودجي على راحلتي زعما على الناقة، فرأيت من نفسي أن أرجع زعما نجلس في المكان اللي كنت فيه باش ما نضيعهمش، لعل وعسى أنهم يردوا البال في الطريق بلي أنا ما كيناش ويرجعوا يقلبوا عليا. تقول رضي الله عنها: فرجعت في ليلة يا لها من هداد، ليس فيها بصيص يلوح ولا نجم يسطع. كتقول: فغفت عيني ونمت. فإذا بصفوان بن المعطل اللي هو صحابي جليل مهاجر شهد بدر مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، شنو هي كانت خدمته؟ كانت المهمة ديالو أنه يبقى في المكان ديالو إذا حل الليل، ثم إذا أصبح الصباح كيمشي من خلف الجيش كيتفقد الطريق من بعدهم، إن كان زعما قد وقع من أحدهم شيئا كياخذه ويعود به إليهم ثم يرجعه إلى صاحبه. وهذه هي كانت الخطة ديال سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. ويقدر ما يلحقش عليهم حتى يفوت نهار أو لبعد الخطرات ساعات من بعد. يقول رضي الله عنه صفوان: فرجعت أتفقد مكان الجيش، فرأيت سوادا من بعيد، وقلت: نسى القوم أو الجيش متاعا لهم. فلما تقدمت فإذا بها عائشة زوجة الحبيب عليه الصلاة والسلام. كتقول عائشة رضي الله عنها: هاد الأثناء أنا كنت نائمة، لما اقترب منها وشافها صفوان قال: إن لله وإن إليه راجعون. تقول عائشة: فاستيقظت من استرجاعه زعما منين سمعته قال إن الله وإن إليه راجعون، وخمرت وجهي ولبست جلبابي، والله ما كلمني كلمة وما كلمته كلمة إلا أنه قال لي: اركبي على راحلتي. وركبت عليها وانطلق يقودها، فهلك من هلك، ودخلت رضي الله عنها في الظاهرة. وهنا فين غادي تبدأ القصة. اليوم الثاني أقبلت رضي الله عنها مع صفوان بالنهار، وشافها المنافق ابن أبي سلوم، وشافها المنافقون وأشاعوا الفرية. علاش تأخرت؟ علاش بقت مع صفوان؟ علاش تأخر معها؟ علاش احنا وصلنا بالليل وهي توصل في النهار؟ المهم فأقبلت ودخلت على القوم عافة وحياء وطهر. فبدأوا كيتحدثوا في الأثناء بعرضها وشاع الخبر. كتقول: أصبت بحمى وجلست في بيتي، والله ما علمت الخبر وما علمت أن الناس تتحدث فيني. فالحبيب ما قال لها والو، وأبو بكر اللي هو الأب ديالها حتى هو ما قال لها والو، وحتى الأم ديالها. تقول: فبقيت على هذا الحال إلا أنني استنكرت لطف النبي، زعما النبي كان لطيف حينما أمرض، أما هذه المرة فما رأيت منه ذلك اللطف وذلك الاهتمام الذي كان يفعل معي الحبيب حين أمرض، واستأذنت أن أمرض في بيت أبي، فأذن لي رسول الله. تقول: فذهبت وتمرضت في بيت أبي. أبو بكر الصديق سمع الفرية وسمع الخبر، ومرت عليه الليالي عظيمة،
مرت عليه ليالي ما مرت على رجل مثله. يقول رضي الله عنه: ما علمت أحدا من أهل المدينة مرت عليه ليالي كما مرت علينا آل بيت أبي بكر حينما رميت عائشة بما رميت. هو يحسن الظن في بنته وكيتسنى الفرج من السماء، والرسول عليه الصلاة والسلام كان صابر، ومن حكمة الله غادي ينقطع الوحي على الحبيب وينقطع جبريل لمدة شهر، والفرية غادي وكتنتشر في القبيلة، والمنافقين غير غادين وكيدويو، والنبي كان كيتألم وهو يصعد على المنبر ويقول: يا أيها القوم أو أيها الناس، إني سمعت رجلا آذاني في أهلي وقال في أهلي ما ليس فيهم، والله إني ما علمت عنه إلا خيرا وأنتم تشهدون بذلك. فالفرية غادية وكتنتشر، والنبي حاول باش أنه يكون حكيما وحازما ويظهر البراءة ويقطع القال. فالحبيب بشر والوحي مازال ما نزلش عليه، وهو يمشي عند أسامة وهو يقول له: يا أسامة، ماذا تقول في عائشة؟ قال: يا رسول الله، ما علمنا على أهلك إلا خيرا. من بعد غادي يمشي عند زينب بنت جحش، إحدى اللواتي اللي هم نشروا الفرية، ولكن ما كانتش مصدقة بها، غير كانت قالتها كيف ما قالها غيرها. قال لها: ماذا تقولين في عائشة؟ قالت: والله أحمي سمعي وبصري، والله ما علمت عنها إلا خيرا. فإذا برسول الله يسأل الجارية: ماذا تقولين في عائشة؟ قالت: يا رسول الله، إن زوجتك كالذهب الأحمر، والله لو فعلت كما قيل فيها لأخبرك الله من فوق 7 سماوات. أما حال الصحابة فكانوا يقولوا له: يا رسول الله، زوجك الله إياها ولن يدنس عليك فيها، ولو فعلت ما فعلت لأخبرك الله جل وعلا. أبو بكر في الأثناء مهموم، ما عرفش شنو يقول ولا شنو يدير. انقسم الناس إلى 4 أقسام: منهم من صدقوا وهم ساكتون، ومنهم من الذين كذبوا وهم ساكتون، ومنهم من شاع الخبر وأخذ يتحدثون وهم ليس بمصدقين وهذا غير من باب الفضول، ومنهم المنافقين لكي نشروا في الفيرية. أما عن عائشة، خرجت في ليلة من بعد ما برات من الحمى اللي جاتها، ولم تعلم رضي الله عنها بما قيل فيها. كتقول: خرجت مع أمي مسطح أقضي حاجتي، ونحن راجعين عثرت أم مسطح. ومن عادات العرب إذا تعثر فيهم شي حد كان يسب من كان سببا في المصيبة اللي جاتهم. فقالت أم مسطح: هلك مسطح، حتاج كان واحد من هذو اللي نشروا الفرية. وبما أن عائشة رضي الله عنها ما كان فرصها ولو، وهي تقول لها: لا تقولي هذا، والله أنه رجل شهد بدرا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، والرسول أخبر أن من شهد بدرا فقد غفر الله له. وهنا فين غادي تقول لها أم مصلح: والله ما علمت يا عائشة ماذا قال عنك. قالت: وماذا قال عني؟ قالت: رماك بالزنا حتى قال الناس بقوله. فقالت عائشة: أو قال الناس عني هذا؟ عادي يسقط الخبر. قالت لها: نعم قال الناس عنك هذا. تقول: فبكيت. قالت أم مصطح: فشهقت شهقة خشيت عنها أن تموت، وركضت رضي الله عنها حتى دخلت إلى بيتها، فلقت أمها عند الباب فقالت: يا أمه، إني سمعت ما يقال عني، أو حقا ما قيل؟ قالت لها: إيه، والذي نفسي بيده فقد سمعنا ما قيل. قالت عائشة: أو علم أبي؟ قالت لها الأم ديالها: علم الصديق رضي الله عنه. قالت: أو علم رسول الله؟ قالت: علم رسول الله عليه الصلاة والسلام. تقول: فأخذت أبكي حتى كاد أن يخشى علي. وأبو بكر كان في سطح البيت كيصلي وسمع صوتها وبكاءها، فنزل فقال لأمها: لما تبكي عائشة؟ قالت: إنها علمت ما يقول عنها الناس. وتفطرت كبدها من البكاء، وقام أبو بكر الشريف الطاهر وبكى رضي الله عنه. قال: والله ما من أهل بيت أصابهم من مصيبة كما أصيبت بيت أهلي أبي بكر، والله ما رمينا بهذه الفرية بجاهلية، أفنرمى بها في الإسلام؟ قال لرسول الله عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، زوجك زوجك، لقد زوجك الله إياها، فوالله إن الله لا يدلس عليك. في هذا الأثناء غادي يبكي سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وقال: قل لهم يا عمر، قل لهم يا عمر. فقام الحبيب وصعد على المنبر فوقف وقال: يا أيها الناس، بلغني أن رجلا يؤذيني في أهلي، وما علمت عن أهلي إلا خيرا، وقد شهد الناس بذلك، وقد ذكروني رجلا ما علمت عنه إلا خيرا،
وما دخل لبيتي إلا بإذني وقد شهد بدرا معنا، فمن يعذرني في حقي مع هذا الرجل؟ قولوا أنتم أيها الناس. فقام أسيد بن حضير فقال: يا رسول الله، والله ما علمنا عن أهلك إلا خيرا، إن كان من الأوس قمنا وقطعنا رأسه، وإن كان من الخزرج فأمرنا نقطع رأسه. فقام سعد بن عبادة وقال: أسكت يا أسيد، لن تستطيع أن تقطع رأسه. أخذته الحمية ويجوب أسيد: أسكت يا منافق، إنك تسكت على من تكلم في عرض رسول الله. فقام رسول الله عليه الصلاة والسلام وأسكتهم فقال: أسكتوا واصمتوا، أبدعوة الجاهلية وأنا بين ظهرانكم؟ فقام النبي فدخل على عائشة تقول: دخل علي النبي عليه الصلاة والسلام وكانت الجلسة الأخيرة بعد قرابة الشهر في انتشار الفرية. قالت: فلقيني رسول الله عليه الصلاة والسلام فقد أصابه من الهم ما أصابه، فدخل فإذا بأبي وأمي وقال: يا عائشة، أصدقي القول، إن كنت فعلت ووقعت فتوبي، فإن الله تواب رحيم، وإن كنت بريئة فسيبرئك الله من فوق 7 سماوات. تقول: فجهشت بالبكاء والتفت على أبي وقلت: يا أبتي، أجب رسول الله. كأنها كتقول ليه: دفع لي يا أبي. فقام أبي بكر وقال: والله ما أدري ماذا أقول. فالتفتت إلى أمها وقالت: يا أمي، أجيبي عني رسول الله. قالت: والله لا أدري ماذا أقول. تقول: فقمت وأنا أبكي وقلت: أما أنا فسأقول ما قاله أبو يوسف يعقوب. فصبر جميل، والله المستعان على ما تصفون. قالت: فنظرت إلى رسول الله فتغشاه ما تغشاه، وعلمت أن الوحي ينزل عليه، فإذا برسول الله ينحدر عرقه، ثم أخذ يتبسم وشكر الله وسجد وقال: يا عائشة، أبشري أبشري، فإن الله برأك من فوق 7 سماوات، فإن الله برأك من فوق 7 سماوات، لك الحمد ربي على كل نعمة. وأخذ يتلو صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، لا تحسبوه شرا لكم، بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسبت من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. وتلا أيضا: لولا إذا سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين، إلى آخره. ثم ختم الله الآيات: يعظكم الله أن تعودوا لمثلها أبدا إن كنتم مؤمنين. وهي نزلت الآيات واستبشر النبي عليه الصلاة والسلام، وخرج عليه الصلاة والسلام وصعد المنبر وأخذ يخطب الناس ويتلو عليهم هذه الآيات، آيات تنزه وتطهر هذه الصحابية الجليلة رضي الله عنها وتجبر أسرة عائشة. وقد توعد الله من وقع فيها رضي الله عنها، وقد أجمع المسلمون خاصة وعامة أن كل من تكلم في عائشة رضي الله عنها عاقبه الله ولعنه وله عذاب شديد. ففرحت وقالت: والله ما قلتها إلا وعلمت أن الله سيبرئني، وكنت أظن أن الله سيري رسوله رؤيا في المنام يرى براءتي، وما علمت أنه سينزل في قرآنا يتلى إلى قيام الساعة. وهذه كانت حادثة الإفك، الحادثة نتاع الظلم اللي تعرضت لها سيدتنا عائشة رضي الله عنها، واللي برأها مولانا من 7 سماوات من بعد ما صبرات والتجأت له. يستخلص من هذه الحادثة العديد من العبر والعظات والفوائد، لمنها مواساة النساء المؤمنات العافيفات اللي كيتعرضوا لمثل ما تعرضت له عائشة رضي الله عنها، وكيتهموا زورا وبهتانا وكذبا. فها هي ابنة الصديق قد تعرضت لذلك من قبل المنافقين، ومن قبلها تعرضت لذلك مريم ابنة عمران. وكيف ما شفتوا تعامل الحبيب مع زوجته بلطف ولين وضبط النفس في المواقف اللي كتحتاج إلى ذلك، والتأني في إصدار الأحكام، فقد كان يسأل عنها لما مرضت رغم أنها لم تجد منه اللطف الذي اعتادته منه. لأي امرأة مظلومة أو لفتاة مظلومة تعرضت لظلم من قريب أو بعيد، من زوج أو عائلة أو أهل الزوج أو الجيران أو الأصدقاء، فصبر جميل، فإن الله إذا علم صدقك وصدق لجوئك إليه غادي يثبت البراءة ديالك. كنتمنى حلقة اليوم تكون فعاتكم وعجبتكم. نتلقاو في حلقة مقبلة. سلام سلام.